كابتن امير، عايز ارجعك بقى زمان ورا. افتكر زمان قوي. لا انت لسه صغير. ايامنا ولا مش عايزين نكبرك يعني، عايزين نفتكر بقى مع امير عبد الحميد وذكرياته بقى. اول مره دخل فيها النادي الاهلي في قطاع الناشئين، كنت اختبارات ولا بخمس كور ولا باتنين جنيه؟ باتنين جنيه. اتنين جنيه استماره. كان اخويا مجدي طبعا هو كان متولي الموضوع ده. ففوجئت ان هو جايب لي الاستماره، دخلت. حتى يمكن الكابتن ابراهيم عبد الصمد كان معايا من يومين، كنت لسه بنفتكر هو اللي اختار كابتن ابراهيم. هو اللي اختارني. يمكن كان في نجوم كبار، كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن شطه وكابتن اكرامي والدكتور مفتي والدكتور عمرو ابو مجد، ناس كتير، وكابتن امين عراق، ناس كتير جدا جدا كانت موجوده. فدخلت اختبار عادي، المفروض انت بتلعب الاختبارات ربع ساعه وربع او تقسيمه تقسيمتين. انا من اول كوره كابتن ابراهيم عبد الصمد قال لي تعالى. قعدت كده على جنب، قال لي استناني هنا. كان معايا طبعا احمد السعداني ويوسف شريف. دلوقتي طبعا اتجهوا اتجاه ثانيه. فانا الكابتن ابراهيم عبد الصمد قعدني في مكان، قال لي ما تتحركش. فجي بعد كده الولاد اللي هم المفروض ان هم اختبارات ما وفقوش في الاختبارات، جم قعدوا جنبي. فكابتن ابراهيم عبد الصمد قال المجموعه دي تجي لنا السنه الجايه وكده. فانا مشيت معاهم. ما هو قال لي المجموعه دي، انا نسيت خالص ان هو قال لي ايه، اقعد هنا انت من الناس المميزه. مشيت. بعد كده كابتن ابراهيم عبد الصمد سال عليا. عم حارس جابني، قال له ده مشي. فجيت كابتن عم حارس جالي على كوبري قصر النيل ونادالي وقال لي النادي مقلوب. جاري وراك جاري. جاري جاري. نادالي وقال لي النادي المقلوب عليك. فرحت كابتن ابراهيم عبد الصمد زعق لي، قال لي مش انا قلت لك تقعد هنا ومش عارف ايه. قلت له، قالوا لي المجموعه دي تمشي. قال لي لا انت موجود معانا. مضيت مع ام جمعه الله يرحمه. الله يرحمه. بعد كده دخلت بقى في الجو بقى الماتشات مع الناس القديمه، وكملت بقى الناشئين كلهم لحد الفريق الاول الحمد لله. طب قول لنا، لا قبل ما اروح للفريق الاول، قول لي مين كان جيلك في الناشئين؟ ما شاء الله كنتوا فرقه، كان فرقه كبيره. احسبك معايا ولا احسبك؟ لا انا كنت بصعد معاك. انت بتصعد معانا. كان معايا احمد صلاح حسني، ابراهيم سعيد، ومحمد جوده، واسامه حسن، وبلال، وفضل. لما طبعا فريق 80 مواليد 80 اتلغى صعدوا معانا. وكان معانا بعض اللعيبه ما كملوش. زي حماد ومنصور ووليد، دول ما كملوش. ونصار، حسام كريم. الجيل ده بتاعنا، وكان معانا طبعا ابراهيم سعيد وجوده. الجيل ده الحمد لله كان جيل كويس جدا على مستوى الجمهوريه عامه. يعني احنا مسمعه في مصر كلها، كنا مسمعين. وحتى اسامه لما كنا بنيجي نلعب ماتشات اهلي وزمالك واسماعيلي ودوري الجمهوريه، كان في جمهور كتير جدا. وكانوا الناس مرشحه اربع خمس ست لعيبه من الجيل بتاعنا الفريق الاول. وبالفعل صعدنا واحنا صغيرين قوي. يعني انا فاكر ان انا صعدت وانا عندي 14 سنه، وخدت بطوله مع النادي الاهلي وانا عندي 16 سنه. كان بطولة النخبة العربية في تونس. تسيد احمد السيد ولا قلت احمد السيد؟ واحمد السيد ده ميسي. ميسي طبعا. ميسي. ما انا بقولك مش يعني في ناس كتير، بس انا اكيد يعني مش عايز انسى حد. صعدنا وهاني سعيد. لما صعدنا كلنا عملنا شغل كويس جدا. سنه حاجه و90 98. وخدت بطولة انا مع النادي الاهلي وانا عندي 16 سنه. كان في مجموعتين، مجموعه بتلعب البن الاثيوبي هنا في بطوله. أيوة افريقيا. وقت تسوبل لما اتعمل فرقتين بالظبط. وفي بطوله النخبه في تونس. في تونس كنت انا موجود بقى مع كابتن مجدي طلبه وكابتن حسام ابراهيم، يعني كباتن كبار، وكابتن سمير كمونه والحضري، وكابتن رضا عبد العال، ناس كتير جدا. كنت صغير انا ساعتها. فدي كانت بالنسبه لي يعني حاجه كبيره جدا، ان انا اصلا بتمرن مع النجوم الكبار، ان انا اخد بطوله وتتحسب لي في التاريخ بتاعي وانا عندي 16 سنه. فدي حاجه كويسه جدا يعني بالنسبه لي. شايف الصور دي معانا، دي كانت بطوله دي كانت في 2001 2001 ولا؟ اعتقد ماتش سان داونز تقريبا. دي في البدايات دي. لا ده بطوله افريقيا. بطوله افريقيا. دي بطوله افريقيا. ولا ده استاد ايه؟ ده استاد رادس ده ولا ايه؟ استاد المنزه في رادس. منزه. المنزه. ده استاد المنزه في تونس، مباراه الترجي بتاعت سيد عفيز. بالظبط. فاكر البطوله دي؟ دي بطوله القطن الكاميروني. عبد الوهاب الله يرحمه طبعا. التيشيرت ده كنت انا الوحيد اللي عامله. وحتى كان معايا كريم تركي. دي مباراه القطن الكاميروني. دي القطن الكاميروني اللي هنا. كسبنا فيها 2-0.